خلينا نقول لكم فقرتنا النهارده واللي هنتكلم فيها عن التغيير الوزاري والملفات المهمه اللي هتكون ليها الاولويه في اول اجتماع للحكومه، ونعرف اكتر عن ابرز اسماء التشكيل الجديد للحكومه من ضيفنا الكاتب الصحفي جمال رائف، واللي هنتكلم معاه عن اهميه ودلاله اختيار يوم 3 يوليو لتشكيل الحكومه، وهو اليوم اللي الشعب توحد فيه من اجل هدف اسمى وهو الحفاظ على مصر. بس قبل كل ده ياسمين هنروح نشوف ابرز الترندز والموضوعات اللي بيدور عليها المصريين على السوشيال ميديا ونرجع لكم مره ثانيه. لفت نظري في الترندز انه هيتم تخصيص جزء من ارباح مهرجان العالمين لغزه، ودي طبعا لفته انسانيه جميله جدا جدا، وبنحيي الدوله عليها وبنحيي يعني كل من اتخذ هذا القرار لانه قرار انساني جميل جدا جدا جدا. خلينا بقى نبتدي كلامنا النهارده، وهو انه بعد شويه الحكومه الجديده اللي شكلها دكتور مصطفى مدبولي دوله رئيس مجلس الوزراء طبعا هتحلف اليمين الدستوري قدام فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي حوالي 20 وزير تم تغييرهم مع دمج عدد من الوزارات واستحداث وزارات تانية. الحكومه بعد حلف اليمين هتبدا اجتماعاتها فورا عشان تدخل في مكنه الشغل، لان قدامها ملفات كتير اهداف واضحه على راسها حفظ الامن القومي المصري والتركيز على ملفات الصحة والتعليم وتطوير ملفات الثقافة والوعي والخطاب الديني المعتدل من أجل بناء الإنسان المصري.
من أهم الملفات اللي هتشتغل عليها الحكومة من الساعة الأولى بعد حلف اليمين هو مواجهة غلاء الأسعار وضبط الأسواق، وده بناء طبعا على تكليفات واضحة وصريحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان المواطن يحس بالتغيير اللي حصل. وطبعا عشان ده يحصل الحكومة محتاجة تعاون كامل من المحليات بصورة كبيرة، عشان كده هيكون في حركة محافظين في الساعات الجاية وهنشوف تغيرات كبيرة في المحافظين. خلونا دلوقتي نعرف أكتر عن أهم التحديات أمام الحكومة الجديدة وأبرز الأسماء المتوقع تواجدها في التشكيل الوزاري الجديد من الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع. صباح الورد على حضرتك. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. طبعا القيادة السياسية فندم تؤمن بأن الحصول على رضا المواطن وتلبية تطلعاته يتحقق بالجهد والإخلاص في العمل، إزاي الحكومة الجديدة تقدر تحقق ده؟ يعني احنا طبعا في اسماء جديده كتير في الحكومه، نامل ان هو ربنا يوفقهم في مهامهم الجديده وانهم يشتغلوا بشكل كامل. اهم حاجه في رايي يعني طبعا الحكومه دي تعتبر يعني في اهم فتره، يعني احد اهم الحكومات موجوده لاسباب كتيره. يعني اولا النهارده بتحلف في 3 يوليو، ده يوم رمزي مهم جدا في تاريخ مصر حديث يعني. وكمان حقيقه انه اهم التحديات والملفات مش بس الحاجات العاجله، يعني في الجزء العاجل طبعا اللي هو متعلق بالاسواق والاسعار وغيره، ده ممكن يبقى بيتم التعامل معاه بشكل عاجل من خلال الرقابه، من خلال تطبيق ادوات تصدي. لكن على المدى المتوسط والبعيد تحتاج الى ان يبقى تطبيق هذه الامور بشكل الي، يعني ما نرجع لهاش كل شويه، يبقى عندنا سيستم نستطيع الاحتكام اليه ومعرفه ايه يمكن التفاصيل المختلفه فيما يتعلق به، انه ما يبقاش في سلعه باكثر من سعر، في تفاوت واسع في الاسعار او اختفاء سلع او ارتباط. فده جزء مهم. الجزء الثاني انه الحكومه لازم تعمل كفريق عمل على اعتبار انه الاسعار مش مرتبطه بس بالاسعار والتسعير، مرتبطه بالتجاره الخارجيه، بالتجاره الداخليه، بالصناعه، بتوفير السلع كده. ملفات زي السياحة مرتبطة ومتقاطعة مع ملفات أخرى. هنا النقطة المهمة اللي مرتبطة بيه إنه يبقى في عمل للفريق، مش بنتعامل مع وزارات، بنتعامل مع حكومة كاملة قادرة على العمل في هذا الأمر. ويمكن الرئيس في حلف اليمين الرئاسي أو بعد كده في تكليفه للحكومة كان حريص على ده، إنه كمان الحكومة تكون قادرة على فيها جانب سياسي، دور سياسي إنها تجاوب، ترد على شائعات وتجاوب وتشرح للناس ما يجري بشكل واضح، ما سواء في العالم سواء هنا، تأثيرات انعكاسات الأزمات العالمية، انعكاسات الأزمات المختلفة الإقليمية، لأنه على مدى السنوات اللي فاتت في تحديات كبيرة جدا للاقتصاد وللسياسة، بالذات الاقتصاد بيتأثر جدا بحرب روسيا أوكرانيا، بالحرب في غزة، بالبحر الأحمر، بقناة السويس. يعني في تواصل واتصال العولمة أو اتصال العالمي للانعكاس للازمات كبير جدا وبيأثر بشكل مباشر وغير مباشر. ده حقيقي جدا. طيب استاذ اكرم احنا ملف الاقتصاد والاستثمار برضه مهم جدا، لانه يبقى في خارطه استثمار مهمه النهارده في بنيه اساسيه اتعملت على مدى السنوات اللي فاتت بشكل كبير، اعتقد الاستفاده فيها ظاهره في صفقات موجوده في الساحل او في القطاع الغربي او استثمارات خارجيه في السياحه او في العقاري او في غيره. ده يبقى مهم قوي انه يبقى في ربط كمان في توطين الصناعه، على سبيل المثال دايما الرئيس يهتم يبقى في توطين الصناعه، لان توطين الصناعه يعني فرص عمل، يعني تدريب، يعني ربط سوق العمل بغيره، بيوفر فرص عمل زي انه البنيه الاساسيه اللي موجوده في السياحه على سبيل المثال في استحقاق، لانه احنا اضعاف الاعداد السياح بيخلقوا فرص عمل عندنا بنيه اساسيه، والسياحة المتوسطة اللي يقدر السائح يتحرك من خلال القاهرة من خلال شبكة مواصلات النهاردة وطرق بشكل سهل ومتاح وسعر مناسب، فالنوع ده من السياحة العالم بيستند إليه في أوروبا أو في غيره بنسبة تقريبا 30-40% من نسب السياحة بتيجي بالشكل اللي هو الفردي أو المجموعات الصغيرة، وده بناء على توفير بنية أساسية وطرق وغيره. ده برضو جزء مهم قوي يمكن التفكير فيه. يعني
طيب استاذ اكرم، احنا شفنا يعني انه تم اختيار العديد من الوزراء اللي ليهم شعبيه في الشارع، زي مثلا سياده المستشار محمود فوزي وتم تعيينه وزير للشؤون النيابيه والتواصل السياسي، فنقدر نقول انه ايه هي رؤيه الحكومه الجديده لتحقيق رضا شعبي في الشارع؟ الرضا بيتحقق بالسياسات، بمعنى انه انعكاس النتائج ده عندنا حاجات زي ما قلنا عادله زي الاسعار زي الطاقه زي الكهرباء زي غيره، دي نقطه مهمه. الرضا طبعا اسم زي المستشار محمود فوزي مهم، السفير بدر عبد العاطي وزاره الخارجيه والهجره، ده الرضا في الجزء العاجل اللي هو الاصوات والطاقه والكهرباء وغيره، لكن الجزء المتوسط والبعيد هو الاهم، ان يكون لدى الحكومه تطور. يمكن الحوار الوطني كانوا قدموا وقالوا انه هيقعدوا مع الحكومه بعد حلف اليمين، وانه عنده في تصورات تشريعيه، تصورات تتعلق بالمشاركه السياسيه، بقوانين الانتخابات، بالمشاركه السياسيه والحبس الاحتياطي وتوصيات الحوار الوطني، مخرجاته اللي هو والحوار الوطني برضه انجاز مهم، انه معارضه وحكومه وتيارات مختلفه شاركت وخبراء في اعاده صياغه الخريطه السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه، وتوصيات مهمه تشريعيه وغيره، والرئيس استجاب لبعضها. ففي خطوات هنا يمكن ترجمتها، فالرضا هنا يتحقق بانه يبقى الناس ما يجري هو ما يحدث، يعني ما يحدث بالفعل يتم تقديمه وشرحه بشكل مستمر، وفي نفس الوقت يكون في حوار طول الوقت، في تواصل، نقدر نقول انه يبقى في تواصل مجتمعي. الملفات زي الصحه والتعليم والاستفاده من المبادرات الرئاسيه، عزيز الصحه مهمه جدا، والتامين الصحي الشامل طبعا، وتجربه 100 مليون صحه والفيروس سي وغيره اكيد، وكثير من التجارب طبعا. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا، الكاتب الصحفي اكرم القصاص، رئيس مجلس اداره جريده اليوم السابع. وعشان نعرف تفاصيل اكتر بينضم لنا على التليفون النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ. وصباح الورد عليك يا سياده النائب. صباح الجمال لحضرتك والياسمين والهبه الاثنين، لان النساء العربيه مش عارف مين اللي معايا. طبعا احنا يعني واحد يعني مع حضرتك ياسمين. خلينا نعرف اكتر من وجهه نظر حضرتك، ما هي ابرز تلك التحديات اللي بتواجه الحكومه الجديده في ملفات الزراعه والصناعه والاقتصاد؟ اولا صباح الفل على مصر وعلى رئيس مصر وعلى كل الناس. صباح. وعايز اقول في البدايه كده، واسمحي لي ان انا اتوجه بالشكر للاعلام المتميز اللي ابتدى المساله تبقى بالنسبه للمواطن المعلومات بتوصل له نتيجه الدور المهم جدا اللي انتوا بتقوموا بيه، فكان لازم الواحد يقول الكلمه دي، لان احنا شفنا النهارده الاهتمام الزايد والمعلومات اللي بتوصل للمواطن عن طريق حضراتكم، فكل الشكر والتقدير. شكرا جزيلا لحضرتك. النقطة الثانية، احنا بنتكلم عن حكومة جديدة جاية في وقت صعب جدا، وقت المواطن المصري فيه محتاج إلى أن يشعر بمردود من صبره وحبه لبلده، من حكومة تبقى متميزة وقادرة على حل مشاكله. أنا عايز أقول أن مفيش دولة في العالم ما فيهاش مشاكل، والمشاكل موجودة بطبيعة الحال، وإحنا شايفين كل الدول فيها إيه، سواء كان اقتصاديا او غير اقتصاديا، لكن المهم في الحكومه انها تحل المشكله قبل ما توصل الى ازمه. صحيح. هو ده الكلام اللي احنا عايزينه من الحكومه. صحيح. اللي احنا منتظرينه، الشعب كله منتظر من الحكومه الاهتمام زي ما سياده الرئيس قال بالمحور الاقتصادي، المحور الاقتصادي هو اللي هيفتح كل الابواب بعد كده، اذا اهتمينا بالانتاج، بحل مشاكل الصناعه والزراعه على وجه التحديد، بزيادة الإنتاج، بالاهتمام بالتصدير، ونشوف المصدرين إيه مشاكلهم وإزاي يزيدوا من التصدير، إزاي نخفف الاستيراد بزيادة الإنتاج وجودة الإنتاج للمواطن المصري اللي يستحق إن احنا نهتم بيه أزيد من كده. هو ده الكلام اللي هيشعر بيه المواطن، وهو اللي هيبقى في النهاية الرضا بتاعه، هو اللي هيقيم الحكومة. الاختيار كان للسيد رئيس الوزراء، التقييم هيبقى للمواطن في الشارع، فبالتالي نتمنى من الاستاذ رئيس اختياراته انها ان شاء الله تكون اختيارات على قد المسؤوليه، وانها تنعكس بالحلول الايجابيه لصالح المواطن ولصالح الشباب، لان المصري ابن بلد محب البلد ومحب لرئيسه، طموحه بيعلى مع وجود السيد الرئيس، لان بنشوفه بيتكلم في كل وقت بصراحه وبيهتم بالمواطن وبيوجه ليه، فاحنا عايزين الحكومه تكون على نفس المستوى. ومش هنتكلم في اللي فات بقى، اللي فات خلص، لكن
بنقول اللي جاي هو اللي احنا بنتمناه، وبنتمنى الخير لمصر، وبنتمنى المواطن المصري يكون راضي عن اداء الحكومه وعن تلبيه طلباته، لان المواطن المصري طلباته كلها بسيطه، انه يعيش حياه كريمه ومبادرات طيبه فعلا بتغطي احتياجاته اليوميه. طيب سياده النائب، يعني خليني اسال حضرتك كده، احنا بنغير اشخاص ولا سياسات؟ والله انا عايز اقول لحضرتك سؤالك ده خطير جدا. احنا المفروض ان تغيير الاشخاص ده ما يفرقش معانا، لكن السياسات هي اللي بتفرق معانا. الاشخاص ويا ريت تبقى السياسات محطوطه مش لفتره حكومه واحده، ولكن لفتره يعني متواليه، وده بيكمل ورا ده، ما يجيش حد يقول لك اللي فات كان غلط واحنا هنغير ونبدا من اول وجديد. السياسات مهمه جدا. لو بصينا للوزراء الشخصيات اللي موجوده، اعتقد انها شخصيات هتكون على قد المستوى، وهتبقى سياساتها متميزه لصالح تنفيذ الخطط المطلوبه لارضاء المواطن المصري. تغيير السياسات مطلوب انها تتطور، انها تتعدل، لكن ما تبداش من الصفر، لان ما عندناش رفاهيه الوقت الحقيقه. احنا صحيح. محتاجين المواطن يشعر بسرعه بنتيجه وجود حكومه جديده، لان احنا كلنا خلاص الموضوع بقى موضوع تغيير الوزراء وانتظار التشكيل الحكومه، خد مننا اهتمام كبير جدا طبعا. وزي ما شكرت الاعلام، باكد على دور الاعلام، انما محتاجين السياسات اللي جايه تبقى سياسات مكمله للي فاتت، مش مغيره ليها، وفي نفس الوقت مطوره لكل الاداء اللي فات. ونتمنى ان الوزراء، لان النهارده الاعلام خلى المواطن المصري مركز قوي، فتقييم الاداء هيكون من المواطن، واكيد ان الحكومه هتبقى مهتمه برضاء المواطن زي ما احنا شفنا في الجزء طبعا. المهم اللي دايما بنتكلم عنه، اللي هو الامن والامان. كل التحيه والتقدير للقوات المسلحه والشرطه المصريه، واستمرار الامن والامان لمصر ده مهم جدا. رضاء المواطن المصري، المراه، الشاب، ده المهم كمان. رضاء الصانع مهم جدا، حل مشاكل المزارع مهم جدا. الاهتمام بالامور دي سياسات، لابد ان المجموعه الاقتصاديه تشوف السلبيات كانت ايه، وعندهم سرعه جدا في تنفيذ سياسه جديده لصالح النهوض بالزراعه والصناعه المتحده. اكيد، واحنا بنؤمن الحقيقه ان الاختيارات هتكون في مكانها وهترضي المواطن ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك سياده النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، شكرا جزيلا يا فندم. طيب احنا بعد ما اخذنا المداخلات يعني العظيمه دي، خلينا دلوقتي نطمن على درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونرجع لكم مره ثانيه. We'll be right back.
ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه. هنتكلم دلوقتي عن ملف التعليم. التعليم من اهم الملفات اللي هتركز عليها الحكومه الجديده، وتنفيذ التطوير في التعليم مهمه وزيري التربيه والتعليم والتعليم العالي. اهمها طبعا تطوير الثانويه العامه واستكمال استراتيجيه التعليم العالي ومتابعه مشروعات انشاء الجامعات التكنولوجيه والاهليه، وحظر قطاع التعليم حظى قطاع التعليم باهتمام القياده السياسيه في السنوات العشر الاخيره بصورة كبيرة، وشفنا بناء مدارس وجامعات على أعلى مستوى لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب. ولو اتكلمنا عن التعليم العالي بالأخص، هنشوف أن الفترة الأخيرة شهدت المنظومة التعليمية استحداث مسارات جديدة لأول مرة، زي الجامعات التكنولوجية مثلا وزيادة فروع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى التوسع في الجامعات الأهلية وإنشاء العديد من البرامج الجديدة بالجامعات الحكومية. وما زلنا بنحتاج لمزيد من التطوير والدعم، لأن من المستهدف إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة عشان تكون في كل محافظة جامعة تكنولوجية، عشان النوع ده من الجامعات بيخرج كوادر بتحتاجها قطاعات التنمية المختلفة. خلينا نعرف أكتر عن أهم وأبرز الملفات قدام وزيري التعليم من الأستاذ عبد الرحمن عبادي الكاتب المختص بشؤون التعليم في جريدة الأهرام. وصباح الورد على حضرتك. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. بالفعل زي ما حضرتك قلتي، هناك استراتيجية وطنية واضحة لتطوير منظومة التعليم العالي، كما أن هناك أيضا خطة واضحة ومشروع يتم التهديد له لتطوير منظومة التعليم الأساسي. عظيم جدا، ولكننا حابين نتكلم كمان عن أهم الملفات والتحديات اللي أمام وزيري التعليم، يعني بيواجهوا إيه من التحديات في البداية؟ طيب، التحديات بالنسبه للتعليم العالي هي تحديات تتماشى مع فكره التوسع الذي شهدته مصر في السنوات العشر الاخيره في منشات التعليم العالي. هي احنا عندنا تقريبا 108 جامعه مقابل 47 في 2014. هذا العدد الكبير من الجامعات فرض تحديات جديده على منظومه التعليم العالي في عدد اعضاء التدريس، واحتياج لتجهيز كوادر بشكل مستمر لشغل هذه الكادر الاكاديمي في هذه الجامعات. التحدي الاهم هو التحدي الذي تهتم به الدوله وتنظر اليه بشكل مستمر، هو فكره خريجين المؤسسات التعليم العالي. كيف يكون خريج مؤسسات التعليم العالي مواكب لاحتياجات أسواق العمل المحلية والأقليمية والدولية في ظل عالم تتطور فيه المنظومات التكنولوجية في كل لحظة من اللحظات؟ ويمكن ده اللي خلى الدولة تضع استراتيجية وطنية للتعليم العالي، وفي مقدمة أهدافها السبعة التكامل، وهو ما نتج عنه مبادرة أطلقت عليها مبادرة التحالف والتنمية. مبادرة التحالف والتنمية بتستهدف أن يكون هناك تكامل بين الجامعات في كل إقليم من أقاليم مصر مع مؤسسات الدولة المختلفة مع الجهات الصناعية والقطاع الخاص. هذا التكامل هدفه أن يكون هناك مشروعات تنموية تتماشى مع احتياجات الدولة واحتياجات خطة التنمية التي تتبناها الدولة. الدولة رصدت مليار جنيه لهذه المبادرة، وبالفعل بدأت تشكيل سبع تحالفات إقليمية شملت جميع أنحاء مصر. قبل ما تبدأ عملها كانت هناك خطة واضحة لكل تحالف هيعمل إيه في هذه المنطقة، وكل تحالف حدد أهدافه وفقا لاحتياجات هذه المنطقة من الجزء الثاني اللي هو تأهيل الخريجين للعمل ولأسواق العمل الدولية. هناك تركيز على ريادة الأعمال، مفهوم ريادة الأعمال وتعميقه بين الطلاب وطلاب الجامعات والمؤسسات التعليمية. هناك اهتمام شديد بمنظومة الابتكار وتعميقها في بين طلاب الجامعات. المحورين دول تحديدا بيراعوا ويعني تم وضعهم وفقا لمخطط وظائف المستقبل، ان احنا عملنا في الاول، وكان وعشان كده ده قد يوضح لماذا ان الدكتور ايمن عاشور من الاسماء المرجح استمرارها في الوزاره، لانه كان صاحب استراتيجيه وظائف المستقبل، الاستراتيجيه التي تم وضعها على اساس تحديد
كل الوظائف التي ستكون لها تأثير في منظومة أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية خلال الفترة المقبلة. شيء عظيم جدا. طبعا احنا الحقيقة بنشكر حضرتك شكرا جزيلا للأستاذ عبد الرحمن عبادي الكاتب المختص بشؤون التعليم في جريدة الأهرام. طبعا يا هبة يعني ملف مهم جدا ملف التعليم وهو الأولوية لي طبعا هو والصحة زي ما ذكرنا، ولكن نقطة ان يكون فيه في كل محافظة جامعة دي حاجة عظيمة جدا. 17 جامعة جديدة في كل محافظة عندنا جامعة، يعني كده ملناش اي حجة. صحيح هو يعني ده شاء الله المفروض ان هو يعني نمحي فكرة ان ما يبقاش فيه بقى تعليم عالي او تعليم خالص في مصر، لانه خلاص يعني ما بقاش فيه مجال فيه مشكلة او تحدي ممكن يواجه حد ان هو يتعلم. وطبعا صحيح. كمان الجامعات التكنولوجية بالذات انا لسه كنت عايزة اقول يعني لان بقى الاتجاه لموضوع التكنولوجيا والاي اي والحاجات دي كلها بقى فيه طبعاً. الشباب بقى عنده هوس بالكلام ده، فانه يبقى فيه حاجة اكاديمية بتعلم ده بشكل صحيح مش مجرد حاجات كده هواية يعني عشان نواكب طبعا التحول الرقمي اللي بيحصل العالم. في البلد وفي العالم كده. يعني طبعا ده شيء عظيم جدا 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 نبتدي بيه يعني. صحيح. طيب خلينا نروح لحاجة تانية وهو الملف الاقتصادي، هو واحد من أبرز الملفات اللي محتاجة شغل كبير من الحكومة من أول ساعة في تكليفها، خاصة إنها تعمل على تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين مستوى الخدمات وزيادة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في جميع الأنشطة الاقتصادية، لأن تكليفات فخامة الرئيس كانت واضحة ومحددة في مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والتركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية. وطبعا ياسمين من ضمن أهم وأصعب الملفات أمام الحكومة والوزراء الجدد أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق وتفعيل دور مبادرات خفض الأسعار ومراقبة الأسعار بالإضافة إلى حل أزمة القطاع الكهرباء ووضع خطة لترشيد الاستهلاك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع وتوفير كل السبل الدعم والعمل على خفض معدلات البطالة. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن دور الحكومة الجديدة في خفض الأسعار وحل أزمة الكهرباء من الكاتب الصحفي جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. صباح الورد على حضرتك. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على سادة المشاهدين. يعني احنا في البداية كده خفض الأسعار ومراقبة الأسواق وتوفير السلع الأساسية اللي بيحتاجها المواطن يا فندم من أهم التحديات أمام الحكومة الجديدة، إيه الحلول الجذرية لهذه الأزمات؟ هو طبعا الحكومة الجديدة جاية في وقت طبعا في توقيت صعب وخاصة في المجال الاقتصادي بالذات، ومجال طبعا احنا عارفين ان في الوقت الحالي ان فيه أزمة اقتصادية كبيرة يمر بها العالم، طبعا أثرت بشكل كبير على مصر وعلى الأسواق المصرية. فطبعا الحكومة الجديدة عليها دور مهم جدا، عليها دور مهم. الدور الأول هو ضبط الأسعار وضبط الأسواق. طبعا احنا شايفين ان في للأسف الشديد في بعض التجار بتسعى الى استغلال اي أزمة اقتصادية، بتسعى الى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه بشكل واضح جدا، أثر على طبعا المواطن واثر على حركه الاقتصاد وحركه البيع والشراء ده في الدوله المصريه. فطبعا الحكومه الجديده عليها دور مهم جدا في ضبط الاسعار بشكل واضح، العمل ايضا على تحقيق المرجو من المواطن المصري. يعني المواطن المصري بيسعى في الوقت الحالي ان هو يكون طبعا الدوله تسعى انها توفر له كل الامكانيات وتوفر له كل الاحتياجات، فلازم كمان ان المواطن المصري كمان يشعر بالارتياح ويشعر بالراحه طبعا. ويشعر ان الازمه الاقتصاديه العالميه يتحمل جزء منها، ولكن الاسواق كمان لازم يكون في انضباط في الاسواق ويكون في ايضا التجار ايضا ان هم يكونوا منضبطين في الاسعار وخلافه. على النقطه الثانيه المهمه جدا هو العمل ايضا على توفير الطاقه بشكل كبير جدا. احنا شايفين ان الكهرباء طبعا نتيجه للازمه الحاليه، طبعا في ازمه انقطاع الكهرباء ودي نقطه برضه بتاثر على المواطنين، بتاثر على الاقتصاد المصري بشكل واضح وبشكل سريع. فلازم يكون في حلول جذريه لهذه الازمه، والحلول دي واضحه تعود يعني المواطن يستشعرها بشكل سريع جدا في الوقت الحالي، لان يعني في ازمه
احنا في فتره الصيف في امتحانات للثانويه العامه، في سياحه داخل الدوله، في حاجات كتير جدا. طبعا حاجات كتير قوي هتتاثر فعلا بموضوع ازمه انقطاع الكهرباء، وان شاء الله يكون ليها حل جذري سريع جدا. ولكن خلينا نروح لموضوع تاني، وهو انه حركه المحافظين اللي هتكون خلال ساعات، هل هتساهم بصوره كبيره في المساعده على ضبط الاسواق ومواجهه ارتفاع الاسعار كمان رجوعا لارتفاع الاسعار؟ هو بالطبع المحافظين الجدد، طبعا حركه المحافظين الجديده دي حركه دي نقطه مهمه جدا، ان هي برضه المحافظين لازم كل محافظ في محافظته انه ينزل بنفسه ويتابع في الشارع ويتابع الاسواق ويتابع المواطنين ويتابع حركه التجاره داخل المحافظه بتاعته وضبط الاسواق. ليه؟ لان المحافظ الإيجابي اللي هو بينزل في الشارع وبيتعامل مع الشارع هو بيحقق الانضباط، بيحقق الارتقاء بمستوى، بيتواصل مع الناس في المحافظة بالضبط. والتواصل مع الناس ده نقطة مهمة جدا لأي محافظ بيعمل في أي محافظة، بجانب بقى تقديم الخدمات للمواطنين، بجانب الإسهام إن هو يبقى متواجد وعارف المشاكل والأزمات داخل المحافظة اللي هو مسؤول عنها، من طرق، من صرف صحي، من مياه، من عمليات مخالفات بتحصل في الشوارع. لازم يكون المحافظ متواجد في الشارع، المحافظ يبقى متواجد في الشارع ويقدم طبعاً كل ما هو ممكن للمواطن المصري. طبعا عظيم جدا. احنا الحقيقة بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، الكاتب الصحفي جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. طيب نروح بقى للزراعة والري، لأن الزراعة والري أحد أهم الركائز الأساسية في اقتصاد الدول، لدوره المهم في دعم الأمن الغذائي وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب. وفي الحقيقة قطاع الزراعة من القطاعات اللي بتحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، وده كان واضح خلال العشر سنوات اللي فاتت من حجم المشروعات القومية اللي تم إنشائها المرتبطة بالزراعة، زي مشروعات الدلتا الجديدة ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء ومشروع تنمية الريف المصري، بالإضافة إلى مشروعات زيادة الإنتاج من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين مستويات الزراعة واستنتاج أصناف جديدة قادرة أنها تتكيف مع التغيرات المناخية. وطول الوقت كان في تأكيد مستمر على الدور اللي بيقوم به قطاع الزراعة، لأنه من القطاعات المرنة القادرة على تحمل الصدمات، وبيكون النمو فيه سريع بهدف رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي. وعشان نعرف أكتر عن أهم ملامح العمل في قطاع الزراعة والري في الحكومة الجديدة، معانا على التليفون دكتور أحمد جلال السيد، عميد كلية الزراعة السابق بجامعة عين شمس. وصباح الورد على حضرتك يا فندم. حضرتك معانا دكتور احمد؟ ايوه فندم معانا. خلينا في البدايه نتكلم انه برغم اهميه قطاع الزراعه في تدعيم ملف الامن الغذائي، الا انه بيواجه كثير من التحديات. كلمنا عن ابرز هذه التحديات يا فندم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنه وحضراتكم طيبين ومصر كلها بخير ان شاء الله. ملف القطاع الزراعي ده، يعني انا وجهه نظري بصفتي راجل زراعي، هو من اهم الملفات التي تواجه الحكومه القادمه ان شاء الله والوزاره الجديده. في تقريبا بيواجه وزير الزراعه الجديد حوالي 13 ملف متعلقه تماما بالقطاع الزراعي. هذه الملفات متمثله في البدايه، حضراتكم تعلموا تماما ان اسعار المواد الغذائيه في ازدياد مضطرب في الفترات الاخيره، وبناء عليه اصبحت الزراعه هي المتصدره للعناوين الرئيسيه داخل وخارج مصر، طبعا لما تمثله من ضروره اساسيه في الامن الغذائي المصري. فالملف الاولاني والخطير جدا هو المواد، توفير المواد الغذائيه الزراعيه للمواطن المصري باسعار تتواءم او تتناسب مع معدلات الدخول. لو جينا شفنا الملف الثاني، وهو من الملفات الخطيره جدا اللي هو بيساهم في حل الملف الاولاني، ألا وهو الوقوف على أهم النتائج لإعادة هيكلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وسبق أن تم عرض هذا الموضوع على فخامة الرئيس، فيجب أن نصل إلى الحلول المثلى للإصلاحات الهيكلية داخل قطاعات وزارة الزراعة المختلفة لتحقيق الهدف الأساسي من التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي المصري. الملف الثالث اللي بيواجه الحكومة الجديدة ان لازم يكون هناك اسلوب امثل، هذا الملف خطير جدا، ان هو الاسلوب الامثل للحد الحقيقي من التعدي على الرقعة الزراعية.
وده نقطة مهمة جدا. يعني عايز أدي لحضرتك على سبيل المثال إن من سنة 84 لحد 2018 جملة ما تم التعدي عليه في الأراضي الزراعية في الدلتا القديمة يصل لحوالي 1.2 مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية، وده بيمثل مشكلة كبيرة جدا للإنتاجية الزراعية في مصر. لو جينا شفنا الملف يعني كنت عايز اسال حضرتك دكتور احمد، المشكله الاساسيه احنا شايفين اللي بتواجه قطاع الزراعه في مصر هي نقص المياه، ايه الحلول اللي ممكن تتبعها الوزاره الجديده للتغلب على هذه المشكله؟ ما هو ده احد الملفات المهمه جدا اللي انا جاي لحضرتك فيها. يعني بس عشان يبقى في تسلسل في الملفات او الملفات اللي معالي وزير الزراعه القادم بيحملها امانه في عنقي امام الشعب المصري. فأنا جاي لحضرتك في موضوع المياه، لأن احنا فعلا عندنا بعض المشاكل في المياه اللي هتأثر فعلا هذا القطاع، وهقول لحضرتك ما هي الحلول المثلى لكيفية استخدام كل قطرة مياه لإنتاج محصول، لأن أنا بشبه إن كل قطرة مياه تساوي حياة. يعني كان الأول بيقول قطرة دم تساوي حياة، لا أنا بقول دلوقتي كل قطرة مياه بتساوي حياة، ليست على مستوى النطاق المصري فقط ولكن على مستوى العالم كله، لأن العالم كله في الفترات القادمة بيواجه فترة كثيرة جدا من الجفاف وزيادة نسبة التصحر على مستوى العالم. فالملف الرابع اللي أنا من وجهة نظري اللي هو تفعيل الزراعة التعاقدية، والزراعة التعاقدية لها دور مهم جدا على فكرة. الزراعة التعاقدية ناجحة جدا في الصين، ناجحة جدا في أوروبا، ناجحة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، لها دور مهم كبير جدا. ويمكن هذا الموضوع صدر به قرار جمهوري اللي هو كان رقم 14 لسنة 2015 بتفعيل هذا النوع من الزراعات. وده بيضمن آلية مثلى للتعامل بين جهات الدولة المختلفة ممثلة في وزارة التموين وقطاع الأعمال وخلافه، وعلى رأس هذه الوزارات وزارة الزراعة. احنا نتيجة ان احنا عندنا فعلا ولا ينكرها احد ان احنا عندنا مشكلة في المياه. على فكرة احنا احتياجات المصرية بتوصل لحوالي 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا. احنا تقريبا المتوفر عندنا حوالي 74 مليار سواء من مياه النيل او من المصادر الاخرى للمياه. وبالتالي انا فعلا حقيقه وعلى ارض الواقع انا عندي عجز مائي خطير جدا بيؤثر على هذا القطاع. طب ايه الدور اللي المفروض هذا الملف؟ طبعا هو ليس ملف منفرد لوزاره الزراعه، ولكن هو ملف بالتعاون بين وزاره الزراعه ووزاره الري والموارد المائيه، مهم جدا. يجب ان يكون هناك نوع من التناغم بين كلا الوزارتين لهذا الملف الخطير جدا اللي بيمس الامن الغذائي المصري. صحيح. المفروض ان انا اعمل رفع كفاءه استخدام المياه. طبعا رفع كفاءه استخدام المياه في الزراعه ده ممثل في ان انا طبعا اولا استخدم النظم الحديثه في الري وفي الزراعه، وهناك العديد بل العشرات من النظم المختلفه التي تستخدم في اليه تطوير او الكفاءه المثلى لاستخدام المياه. هذه النظم يجب ان تطبق على فكره على ارض الواقع. طيب في بعض الاماكن بيبقى فيه هناك صعوبه في تطبيقها طبعا نتيجه الانحيازات الصغيره وخلافه، فيجب ان يكون هناك خطه كامله واستراتيجيه اساسيه لاليه تنفيذ هذا الموضوع، مع عدم تحميل، يعني في نقطه مهمه جدا، مع عدم تحميل اصحاب الحيازات الصغيره اللي بيمثلوا حوالي 80% من ممتلك الاراضي الزراعيه في مصر اي اعباء، لان هو فعلا غير متحمل لهذه الاعباء في الفترات اللي طيب عنده مشكله كبيره. عظيم جدا. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور احمد جلال السيد عميد كليه الزراعه السابق بجامعه عين شمس. خلينا نروح لموضوعنا الأخير، وهو أنه بيان 3 يوليو أسس لخارطة الطريق والمرحلة الجديدة من عمر الوطن، وهي مرحلة إعادة بناء الدولة بعد حالة من الفوضى اللي عاشها الشعب المصري في ظل سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على الحكم في البلاد. وغير بيان 3 يوليو مجرى التاريخ عندما أعلنت القوات المسلحة بمشاركة القوى السياسية استجابتها للشعب المصري بإسقاط حكم الجماعة الإرهابية. بيان 3 يوليو كان طوق نجاة وإنقاذ لمصر وأسس لمستقبل جديد. جاء البيان مساء 3 يوليو بكلمة المشير عبد الفتاح السيسي لتقديم رسالة للشعب المصري العظيم بأن رجال القوات المسلحة دائما على العهد، وأنهم حاضرين في كل مصر وتلقوا الدعوة وعرفوا مقصدها، وأنهم
تحت أمر الشعب المصري وقادرين على التصدي لكل من حاول استغلال الوطن والعبث في مقدراته وثوابته. وبهذه المناسبة التاريخية العظيمة والذكرى الخالدة في وجدان الشعب المصري بكل طوائفه، عدنا لحضراتكم تقرير عن بيان القوات المسلحة في 3 يوليو 2013. تعالوا نتابعه ونرجع لحضراتكم مرة تانية. تمر اليوم الذكرى 11 على بيان 3 يوليو اللي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي. يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديدا، ليغير بيه مجرى تاريخ مصر الحديث وينتشل بيه الوطن من براثن الظلام ويضع حد لطريق مظلم ونفق ملبد بالغيوم السوداء رسمته جماعة أرادت أن تكسر وطن لطالما لم يركع يوما لأحد. بيان الكرامة اللي حقق طموحات وأمال الشعب المصري اللي خرج بالملايين في الميادين المصرية للتعبير عن رفضه لحكم جماعة الإخوان الإرهابية اللي أرادت أن تختطف الوطن وتحقق مآربها على حساب الشعب المصري. بيان 3 يوليو 2013 اللي رسمت كلماته خريطة طريق جديدة لدولة ولدت من جديد، واللي أعلنوا وقتها القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، أعاد البسمة على وجوه عبست من شدة ما رأت خلال عام دامس، ونجح في تأكيد تلاحم الجيش والشعب وقت المخاطر وعزز قوة مؤسسات الدولة حين يستشعر الوطن الخطر. ورجعنا لكم بعد الفاصل وأهلا بحضراتكم فقرتنا الأولى. طبعا ملفات كتير وليها أولوية هتكون على مائدة الحكومة الجديدة، أهمها حفظ الأمن القومي المصري والصحة والتعليم والثقافة والوعي وخفض الأسعار والسيطرة على الأسواق وغيرها من الملفات اللي محتاجة شغل كتير الحقيقة. وإحنا متفائلين بالحكومة الجديدة وقدرتها على تحقيق أمال وأحلام المصريين في استكمال مسيرة التنمية والبناء، خاصة أن الحكومة فيها كفاءات تملك مهارة كبيرة في القيادة. عشان كده مع ضيفنا النهاردة اللي منورنا في الاستوديو الكاتب الصحفي جمال رائف، هنتكلم معاه عن أبرز أسماء التشكيل الوزاري الجديد وأهم وأبرز الملفات اللي الحكومة هتشتغل عليها إن شاء الله. وصباح الورد على حضرتك. صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. خلينا في البداية نعرف إيه هي أهم الملفات اللي هتكون أولوية بالنسبة الحكومة الجديدة للشغل عليها. طبعا احنا ذكرنا ان الامن القومي المصري والصحة والتعليم هيكونوا من الاولويات، ولكن حضرتك دينا مزيد من التفاصيل. طيب لمعرفة اولويات عمل الحكومة هنا ممكن نرجع لبيان رئاسة الذي كلف من خلاله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دكتور مصطفى مدبولي لتشكيل هذه الحكومة. هنجد فيه 10 محددات للعمل للحكومة الجديدة. أولا زي ما حضرتك تفضلتي وذكرتي ما يتعلق بمحددات الأمن القومي، ثانيا ما يتعلق أيضا ببناء الإنسان، وهنا السيد الرئيس حدد ملفين مهمين للغاية هم التعليم والصحة، أيضا ما يتعلق بتعزيز المشاركة السياسية، وهذه نقطة مهمة وانطبعت حتى على تشكيل الحكومة المنتظر والذي ننتظر أن يعني يتم وزراءه أو يؤدي وزراءه بعد قليل القسم الجمهوري. وبالتالي يعني هناك أيضا انضمام لفكرة المشاركة السياسية فيما يتعلق بالحقيبة الوزارية الخاصة بمجالس النيابية، وهذا تطبيقا لتوجيه القيادة السياسية المصرية. أيضا ما يتعلق بأمور أخرى لها علاقة بالاقتصاد، طبعا على رأسها ما يشغل المواطن المصري سواء فيما يتعلق بتحجيم ارتفاع الأسعار والتضخم أو الرقابة على الأسواق، وهناك أيضا أمور اقتصادية أخرى ما يتعلق بجذب الاستثمار، تعزيز تواجد القطاع الخاص في الداخل المصري ومساعدة القطاع الخاص على المزيد من النمو، أيضا ما يتعلق بطبعا دعم القطاع الاقتصادي بشكل عام. وهنا نجد حتى أن التوجيه الرئاسي يتحدث عن تطوير في منظومة الاقتصاد الشامل للدولة أو تطوير شامل
للاقتصاد الخاص بالدولة، وبالتالي عدد كبير جدا من المهام ربما هذه الحكومة لديها مسؤولية كبيرة. وهذه الحكومة عنوانها الرئيسي هو جني الثمار ومجابهة التحديات، لأن لا يمكن أن ننكر أن 10 سنوات ماضية كان فيها شغل أكثر من رائع، سواء على صعيد القطاعات التنموية، الخدمية، السياسية، الاقتصادية، كان في شغل كبير جدا. وبالتالي هذا الشغل وهذا المجهود الكبير جدا الآن هذه الحكومة الجديدة بتجني ثمار هذا العمل، ولكن تذهب بثمار هذا العمل لاستثماره في مجابهة التحديات الحالية والقادمة أيضا، لأن هناك أيضا تحديات نتاج المتغيرات الدولية والإقليمية المحيطة بنا. يعني احنا مش بمعزل عن العالم ولا بمعزل عن الإقليم، بل نحن دولة محاطة بالصراعات وبالنزاعات وبالقلاقل طوال الوقت. صحيح. يعني بنتكلم على حدودنا الشرقية أو حدودنا الغربية أو حدودنا الجنوبية في أزمات، وبالتالي هذه الأزمات بتنطبع على أيضا التحديات التي تواجه الدولة المصرية. حينما نتحدث عن أزمة الطاقة العالمية بتنطبع على الداخل المصري وبتؤثر على المواطن المصري، أزمة الغذاء العالمية أو أزمة الأمن الغذائي العالمي تؤثر على المواطن المصري. وبالتالي نعم هناك مجهود اتعمل الفترة الماضية، يعني لما نتكلم على قطاع الزراعة مثلا، الصوب الزراعية، 1.5 مليون فدان، الاستصلاحات، مشروعات الصوب الزراعية وغيرها من الأمور، هذا منجز كبير جدا، ولكن أيضا هذا المنجز يجب أن يتم استثماره خلال الفترة القادمة من خلال الحكومة لأيضا مجابهة التحديات وزيادة العوائد من هذه المشروعات. هذا ينطبع على كافة المحاور في الحقيقة، وبالتالي هي حكومة أمامها مهمة كبيرة للغاية، الشعب ينتظر منها الكثير، ولكن أعتقد أن القيادة السياسية المصرية، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في توجيهاته خلال تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل هذه الحكومة، قد وضع من الممكن أن نسميها خارطة طريق لعمل هذه الحكومة بتعبر عن كل ما يشغل بال المواطن المصري، سواء على الصعيد الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي. وبالتالي الحكومة الآن أمامها فرصة وأمامها تحدي، وأيضا هي أيضا مدعومة الآن من المواطن المصري، لأن المواطن المصري يدرك طبيعة التحدي ولديه وعي كامل بطبيعة التحدي، ولكن هذا الدعم يجب أيضا أن يقابل بمجهود، ويمكن هنا المجهود يجب أيضا أن يكون على صعيد الحراك الميداني وخاصة في الصعيد الاقتصادي. عشان كده رأينا الحقيبة الوزارية تقريبا بالكامل تم تغييرها، وبالتالي نتمنى أن يشهد طبعا الملف الاقتصادي حراكا كبيرا خلال الفترة القادمة، ويستثمر ما تم إنجازه لأيضا إيجاد عوائد إيجابية على المواطن المصري في القريب العاجل إن شاء الله. أكيد. طيب خليني أسأل حضرتك، يعني دلالة اختيار يوم 3 يوليو للتشكيل الوزاري الجديد، مع العلم طبعا أن يوم زي ده هو يوم مهم جدا في تاريخ مصر، يوم فاصل في تاريخ مصر. صحيح. 3 يوليو هو يوم الإنقاذ الحقيقي للدولة المصرية ويوم ميلاد الجمهورية الجديدة. وبالتالي نحن نتحدث عن حكومة جديدة في يوم ميلاد الجمهورية الجديدة، لأيضا جمهورية الآن بتسعى لأن تحجز لنفسها مكانة مرموقة سواء في المجتمع الإقليمي أو الدولي، وتحقق أيضا تطلعات المواطن المصري. وبالتالي أنا أعتقد أن دلالة اليوم مهمة للغاية، والدلالة السياسية والدلالة حتى المعنوية لدى المواطن بالتأكيد هي دلالة أن هذه الحكومة أيضا سوف تحدث تغييرا إيجابيا، لأن 3 يوليو أحدث تغييرا إيجابيا، وبالتالي هذه الحكومة أيضا بهذا اليوم هي تعطي إشارة أنها ربما تعطي تغييرا إن شاء الله إيجابيا، وهذا هو المنتظر، لأن نحتاج بالفعل إلى إحداث حراك على الصعيد الاقتصادي والمجتمعي في الداخل المصري، ويمكن حتى في قضايا الوعي والمشاركة السياسية كما أيضا وجه السيد الرئيس. وبالتالي الكثير من الملفات في الحقيقة، يعني هذه الحكومة لديها أجندة عمل كبيرة جدا، والمواطن ينتظر منها كثير جدا، وأتت في 3 يوليو لتعطي رسالة أيضا فيما يتعلق أنها بإذن الله سوف تحدث تغييرا إيجابيا إن شاء الله. طبعا يعني احنا شايفين كتير من الاسماء البارزه، شايفين استاذه مايا مرسي، شايفين سياده المستشار محمود فوزي، اسماء كتير احنا مالوفه بالنسبه لنا ونعرفها كويس، فخلينا نتكلم اكتر عن يعني ابرز الاسماء. طبعا دكتور مايا مرسي طبعا مع حفظ الألقاب. يمكن قبل ما اتكلم على الاسماء الجديده، من النادر ان نجد حتى الاسماء القديمه التي رحلت عن الوزاره تحظى بشكر وعرفان المواطن المصري،
يعني راينا ده حتى عبر السوشيال ميديا، راينا عدد من الوزراء الذين ادوا المهمه خلال الفتره الماضيه بشكل جيد وبشكل يليق، ويعني هذه المسؤوليه ايضا حظوا باحترام وتقدير المواطن المصري. وهذا دافع بالمناسبه للوزراء الجدد ان الشارع يقدر، ان الشارع بيدرك تمام الادراك المسؤول الذي يعمل بجد وباجتهاد. اما عن الوزاره الجديده فاولا اول ملاحظه هي الانخفاض بمعدل الاعمار. يمكن زي ما حضرتكم ذكرتم بالفعل اسماء هي في متوسط اعمار جيد للغايه، وبالتالي هذا في الحقيقه ملاحظ طوال الوقت. يعني القياده السياسيه المصريه بتولي اهميه لفكره ان يكون هناك وجوه شابة وجوه صغيرة في السن تتولى المسؤولية، حتى يكون هناك أيضا ديناميكية في العمل وحراك كبير جدا في العمل في داخل دوائر العمل الحكومي. وبالتالي أسماء مهمة للغاية، طبعا المستشار محمود فوزي أحد أهم الأسماء يعني التي لقت ترحيب شعبي كبير جدا، لأنه كان أدوار كبيرة في عدة أماكن، يعني سواء في الحوار الوطني، سواء طبعا حينما كان موجودا داخل المجلس النيابي، او حتى حينما طبعا كان يعني مسؤولا عن حمله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. اذا كان لديه اختلاط كبير بالشارع او بكافه دوائر صنع العمل السياسي يعني بالظبط، وبالتالي كان هناك ترحيب. انا مش عايز اتكلم على الاسماء يعني على حده، ولكن يعني هناك الكثير من الاسماء في الحقيقه. حتى المواطن حينما استمع إلى هذه الأسماء كان لديه ارتياح كبير جدا، واستشعر أن هناك ربما يكون نوع من أنواع، مش عاوز أقول التغير في السياسات، لأن سياسات الدولة المصرية، لأن برضو ده يجب أن نفصله للمواطن المصري، هناك فارق ما بين الاستراتيجية التي تعمل من خلالها الدولة المصرية، وفرق ما بين السياسات، وفرق ما بين الأداء المنفذ لهذه الاستراتيجيات والسياسات. الاستراتيجيات استراتيجية مصر ثابتة، هناك رؤية مصر 2030، هناك خطط تنموية موجودة وموضوعة، هناك تخطيط لعمل الدولة المصرية. الدولة المصرية لا تعمل يعني بشكل يعني غير مرتب، بالعكس هناك استراتيجية، وهذا يجب علينا أن نفخر به أن الدولة المصرية لديها خطط عمل. هناك بقى يعني فرق ما بين تغير في السياسات المنفذة لهذه الاستراتيجيات وتغير في الأداء المنفذ لهذه الاستراتيجيات، هذا ما نحتاجه خلال الفترة. أسأل حضرتك يعني ده بيخليني أسأل حضرتك سؤال، أنا حتى لسه سألاه التليفون معانا من شوية، ولكن يمكن عندي إصرار للحصول على إجابة واضحة للمواطن، وهو إحنا بنغير أشخاص ولا سياسات؟ احنا بنغير أشخاص لتحرك سياسات تنفذ الاستراتيجيات التي أقرتها الدولة. يعني الحكومة سوف تقدم برنامج مثلا للبرلمان، هذا البرنامج لا يخرج خارج نطاق استراتيجية الدولة 2030 وتوجيهات القيادة السياسية المصرية والخطط الموضوعة لتنمية القطاعات المختلفة في الدولة المصرية. عظيم. وبالتالي هذه الاستراتيجيات الموضوعة كيفية تنفيذها هي السياسات. يعني أنا بضع مجموعة من السياسات لتنفيذ هذه الاستراتيجيات العامة، وبالتالي حينما أغير الأشخاص فأنا هنا بأعول على فكرة أن يكون هناك سياسات جديدة. يعني حينما نتحدث مثلا، عشان أبسط الموضوع خالص للمواطن المصري، صحيح، حينما نتحدث مثلا عن ضبط الأسواق وتخفيض الأسعار، هذا هدف استراتيجي للدولة المصرية طبعا. طيب طريقة تنفيذه، طريقة السياسات، هناك مسؤول من الممكن أن يعتمد سياسة التواجد في الشارع على مدار الساعة والمراقبة على طريقة المسؤول المتواجد في الشارع. هناك مسؤول آخر ممكن يتبع سياسة أن يكون هناك تطبيق صارم للقوانين، وأن يكون هناك عقوبات كبيرة للغاية، ويذهب للجهات التشريعية لإيجاد مشروعات قوانين ربما تغلظ من العقوبات. هناك مسؤول آخر ربما يجد آليات عمل مختلفة وغير تقليدية، غير اللي احنا قلنا ده كله. إذن هذه هي السياسات، ولكن الاستراتيجية الأساسية، الهدف الأساسي هو تخفيض الأسعار. هل أحد يختلف على هذه الاستراتيجية أو هذا الهدف؟ لا طبعا. وبالتالي احنا هنا نتحدث عن وجوه جديدة نتمنى أن يكون لديها أفكار. هنا بقى السياسات هي الأفكار الجديدة، أفكار جديدة وسياسات عمل جديدة لتلبي احتياجات المواطن، خاصة أن المواطن المصري يعلق الأمال على هذه الحكومة لإحداث بالفعل حراك كبير جدا سواء على الصعيد الاقتصادي، لأن لا أحد يستطيع أن ينكر أن المواطن المصري يتأثر بتبعات الأزمات الاقتصادية العالمية، والسيد الرئيس تحدث عن هذا. يعني السيد الرئيس وشكر المواطن المصري في خطاب ذكرى 30 يونيو، يعني السيد الرئيس دائما ما يستشعر ألام وأوجاع المواطن المصري ويدرك أن المواطن المصري يتحمل الكثير من أجل هذا الوطن. وبالتالي أيضا هذه مسؤولية كبيرة على الحكومة القادمة لتنفذ طبعا توجيهات القيادة السياسية المصرية وتلبي احتياجات المواطن. إذن الحكومة ما بين توجيهات
وطموحات المواطن بإذن الله. وأعتقد أن الدكتور مصطفى مدبولي يمتلك الخبرة ويمتلك القدرات ولديه خطاب شعبي مقبول لدى الشارع المصري، وبالتالي يعني كل الثقة وكل الدعم بإذن الله أن كل هذه الأمور تتحقق في القريب العاجل إن شاء الله. طبعا يعني هروح لموضوع تاني ولأنه يهمني جدا، يعني احنا طبعا في العصر الذهبي للمرأة، فاحنا شايفين أن في وزيرات كتير في التعديل الجديد وكمان في القديم، يعني كنا بنشوف يعني وزيرات كتير كانوا معانا، ومعانا حاليا دكتور مايا مرسي زي ما انا ذكرت، ودكتور منال عوض، وبالمناسبه دكتور منال كانت بتشغل منصب محافظ كمان. فراي حضرتك ايه في اختيار سيدات ان هم يكونوا وزيرات؟ يمكن الامر لا يعني يقف عند فكره اختيار المراه او السيده لموقع الوزير، ولكن اختيارها ايضا بياتي بناء على قدراتها طبعا في العطاء وقدرتها على الاضافه للحياه السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه للدوله المصريه، وده شفناه من خلال الحقائب الوزاريه التي تولتها المراه خلال السنوات الماضيه. يعني في الحقيقه المراه لم تحظى فقط بتمثيل مشرف، بل كان تمثيلا فعالا وعلى قدر هذه المسؤوليه. وبالتالي انا اعتقد ايضا ان فكره ان تكون او تكون وزاره التنميه المحليه تحت قياده مراه، يعني التضامن الاجتماعي ده يعني امر طبيعي، ولكن التنميه المحليه هذه ثقه كبيره جدا على فكره من رئيس الحكومه من القياده السياسيه المصريه ان يكون او تكون هذه الوزاره اللي بنتكلم فيها ان هي بتشرف على كل المحافظات تقريبا، يعني ولديها مسؤوليات كبيره للغايه سواء على صعيد تقديم الخدمات بشكل مباشر للمواطن فيما يتعلق حتى ببعض الازمات التي تواجه المواطن، وبالتالي مسؤوليه لديها اعباء أو وزارة لديها أعباء ضخمة للغاية طبعا، وبالتالي أن تتولاها مرأة أنا أعتقد أن دي ثقة كبيرة للغاية. وأيضا أتوقع أن يعني المرأة محل هذه الثقة وسوف تؤدي صحيح بإذن الله يعني أكيد هذه المسؤولية أكيد على أكمل وجه طبعا الله. أكيد طبعا إن شاء الله. طيب خليني أسأل حضرتك، إحنا طبعا بعد تشكيل الحكومة هيبقى فيه حركة محافظين زي ما سمعنا، إيه المطلوب من المحافظين الجدد؟ يعني المطلوب من المحافظين الجدد لا يقل أهمية عن ما كنا نتحدث عنه فيما يتعلق بالوزراء، بل إن المحافظين لديهم أيضا مسؤولية يعني جديدة مستحدثة. أولا الجميع لا يستطيع أن ينكر أن كافة محافظات الجمهورية شهدت طفرة كبيرة جدا في مجالات التنمية والإعمار والبنية التحتية وإنشاء المشروعات القومية والمشروعات الخاصة بالطرق بالموضوعات الزراعية الصناعية وغيرها من الأمور. أعتقد أن المهمة الجديدة المهمة المستحدثة على الوزراء هي صيانة والحفاظ على هذه المشروعات الجديدة. نعم هناك مهمات خدمية ومهمات تقليدية للوزراء للمحافظين لا أحد يستطيع الخلاف عليه، ولكن أيضا ونحن نقوم بهذه المهمة التقليدية وهي مهمة كبيرة للغاية، يجب أن ندرك أن ما تم تحقيقه خلال العشر سنوات الماضية يحتاج إلى صيانة دورية، يحتاج إلى الحفاظ على هذه المكتسبات، ويحتاج أيضا لتطويرها وزيادة المكتسبات منها. وبالتالي أنا أعتقد أن المحافظين عليهم مسؤولية كبيرة جدا خلال الفترة القادمة، لأن ده بيخلي المواطن يستشعر عوائد هذه المشروعات التي تم تنفيذها خلال العشر سنوات الماضية. يعني حينما نجد مثلا الدولة المصرية خلال السنوات الماضية استطاعت أن تنشئ مثلا عدد من المحاور والطرق المهمة جدا التي أحدثت انفراجة في الحركة المرورية لدى المواطن، إذا تم إهمال هذه الطرق وتم إهمال هذه المحاور دون صيانة دون رقاب دون إحداث تطوير دائم فيها سوف نعود إلى الخلف صحيح. وبالتالي الحفاظ على المكتسب التنموي الذي تم خلال العشر سنوات الماضية، لأن بوضوح كده وبصراحة ويعني من الآخر اللي تم خلال العشر سنوات الماضية مش هنعرف نعمله تاني، لأن الظروف الاقتصادية العالمية الآن لا تتيح هذا الأمر مختلف. يعني احنا بنينا في الوقت الصعب حتى نستطيع العبور من الوقت الأصعب، يعني كان نعم كنا بنبني في وقت صعب جدا، ولكن الوقت الراهن هو الأصعب على الإطلاق. وبالتالي أنا أعتقد أن دي مهمة ذات خصوصية للمحافظين، الحفاظ على ما تم بنائه والمضي كمان في تطويره وفي دعمه. ثانيا ما يتعلق بمشاركة الحكومة في هدف مهم للغاية وهو الرقابة على الأسواق،
لان المحافظين ايضا لديهم مسؤوليه كبيره جدا فيما يتعلق بضبط الاسعار خلال هذه المرحله، وهذا هدف كنا نتحدث عنه منذ قليل ان هو من ضمن توجيهات القياده السياسيه المصريه. وبالتالي ايضا انا اعتقد ان المحافظين مشتركين مع الحكومه في هذا الهدف. ايضا طبعا ما يتعلق بتطوير المحافظات، طبعا استغلال الفرص الاستثماريه، البحث عن فرص جذب للاستثمار، يعني ايضا التوجيهات الخاصه بالقياده السياسيه للحكومه انا اعتقد ان هي تنطبق على المحافظين، ويجب على المحافظين ان ينظروا لها بعين الاعتبار، لانها ايضا من الممكن ان تحدث تغييرا كبيرا جدا في اداء المحافظات خلال الفتره القادمه. عظيم جدا طبعا. يعني مع وجود حضرتك معانا، احنا دلوقتي معانا مداخله مع دكتور هشام ابراهيم استاذ الاستثمار والتمويل بجامعه القاهره، وصباح الورد على حضرتك يا دكتور. صباح الخير، تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. تحياتنا لحضرتك. خلينا نعرف من حضرتك كده أبرز الملفات الاقتصادية اللي هتكون على مائدة الحكومة الجديدة إن شاء الله. خلينا في البداية نشير إلى المسألة إيجابية وهامة للغاية، هو فكرة التفاعل الحالي اللي هي اللي أنا شايفه من الشارع من المواطنين مع التشكيل الجديد للحكومة. يمكن الفوضى إعلان إعادة تكليف الدكتور مصطفى مدبول، يمكن هي كان البعض يتصور أنه تغيير محدود وبالتالي لن يكون هناك جديد، لكن مع الإعلان أو التنويه عن الإعلان عن تغيير كبير واسع بيشمل العديد من الحقائب الوزاريه ودمج وفصل، بالتاكيد كان مساله او فكره التعامل او التعاطي او رد الفعل من الشارع كان فيها متفائل بشكل جيد، ودي الحقيقه مساله مهمه. الامر الثاني انه بالتاكيد في تحديات هتواجه الحكومه الجديده، لكن مهم جدا انه يكون التعامل مع المواطنين بشكل مختلف. صحيح احنا بنتحدث عن حكومه تكنوقراط لان احنا الحقيقه الوضع السياسي والاحزاب وما عندناش الحقيقه الحكومات او الوزراء السياسيين اللي ممكن نقول انه هم بيجيدوا هذا الامر. وحتى مع هذا على الرغم انها حكومه تكنوقراط هم خبراء، لكن اما انه كل وزير يجتهد ويبني نفسه في هذا الامر او انه يحيل هذا الامر التعامل مع القاعده العديده من المواطنين اللي بيتعاملوا ساكن بشكل مباشر بشكل غير مباشر مع وزارته. مهم انه هذا الامر يوكل لاطراف محترفه في هذا الامر، لانه فكره نجاح الحكومه بيكون متوقف بشكل اساسي على درجه الاطراء عليها. الامر الثاني ما يتعلق بقى بالتحديات الاقتصاديه، في تحديات او مطالب على وجه التحديد بيشوفها المواطن، وفي تحديات يمكن المواطن ما يشوفهاش قوي لكن على المستوى الاقتصادي احنا نتكلم فيها. ما يتعلق بالمواطن بالتاكيد فكره او موضوع الكهرباء والانقطاع الحقيقه من المشاكل اللي الحقيقه كان ظاهر بشكل كبير للغايه، واتصور انه الجزء الاكبر من المواطنين الحقيقه بيتحدث بهذا الامر. الامر الثاني موجه او حركه ارتفاع الاسعار اللي احنا الحقيقه عشناها خلال فترات زمنيه طويله، احنا ده من بين ايضا العناصر العامه اللي بيحتاج انه يتكلم فيها المواطنين. المهم انه اي وزير يدخل في موقعه الجديد او حتى الوزراء اللي بيعاد تكلفه مره اخرى، مهم انه يتعامل مع المشاكل الحاله والعاجله اللي بيتحدث عنها المواطن بشكل مختلف. ما يتعلق بالشان الاقتصادي ككل بالتاكيد امامنا تحديات، احنا بنتكلم على محتاجين ارقام كبيره جدا من الاستثمار، محتاجين انه القاعده الانتاجيه ترتفع، محتاجين انه ارقام الصادرات تتضاعف وبشكل عاجل وسريع علشان ما نلجاش كل فتره زمنيه لاصلاح اقتصادي جديد، لانه ما لم تتزايد ارقام الصادرات هيظل الفجوه في الميزان التجاري كبير، والفجوه او هيكون لدينا فجوه في ميزان المدفوعات، وده الحقيقه من الامور التي لا يجب ان تتقدم مره اخرى، لانه كل اصلاح اقتصادي الثمن الاكبر بيدفعه المواطن، لانه تخفيض العمله بيشكل ضغط كبير للغايه على ارتفاع الاسعار. ما يتعلق بحركه المجتمع ككل، معدل النمو الاقتصادي، حجم الانتاج، بنتكلم على خلق فرص عمل، بنتكلم على مؤشرات اقتصاديه، ضبط عجز الموازنه، إعادة النظر مرة أخرى في حجم الدين العام ونسبته، وإنه إزاي يكون عندنا مستهدف يتم الالتزام بيه بشكل كبير للغاية، وإنه لا يجب اللجوء للاقتراض وخاصة الاقتراض الخارجي إلا لما يكون مساراته محددة ولازم يكون فيه سيلينج أو سقف لهذا الأمر. فإحنا فيها عندنا تحديات أو مطالب على مستوى المواطن، وعندنا تحديات مهمة إنه الحكومة على مستوى الاقتصادي ككل تأخذها في الاعتبار. عظيم جدا. احنا الحقيقه بنشكر حضرتك دكتور هشام ابراهيم استاذ الاستثمار والتمويل بجامعه القاهره، شكرا جزيلا يا فندم.
نرجع لحضرتك مره تانية. خليني اسال حضرتك، بما اننا بنتكلم عن التحديات كده، في تحدي مهم قوي ولامس المواطن جدا، يعني نشوف برضو، اكلم حضرتك في وجهه نظرك، ايه اللي منتظر من الحكومه الجديده؟ انقطاع الكهرباء يا فندم، يعني وساعتها هيكون دكتور محمود مصطفى كمال عصمت بيواجه تحدي كبير جدا في توليه الوزاره. فخلينا فعلا هو يواجه تحدي بالفعل، ده متفق عليه، ولكن هذا التحدي ما هو طبيعته؟ وده اللي محتاج المواطن يعرفه. والتحدي هنا لاننا مش ما عندناش بنيه تحتيه مثلا للكهرباء، عندنا مشاكل في ما عندناش مشاكل في مثلا المحطات او في شبكه توزيع الكهرباء. هنا كنا سوف نتحدث عن تحدي صعب للغايه، ولكن هي الازمه متعلقه بازمه الطاقه وتدبير الموارد الخاصه بالطاقه من الخارج، لان يعني فكره ان احنا نبقى فاصلين نفسنا عن ما بيحدث في الخارج ده امر صعب للغايه. يعني فكره انا مالي وما اللي بيحصل بره ده غير منطقي. ليه؟ لان انت اساسا موقعك الجغرافي وانت تسكن في منطقه فيها شريان التجاره الاهم في العالم بالتاكيد هتتاثر، وبالتالي امدادات الطاقه على مستوى العالم كله متاثره. اوروبا كان عندها نفس المشكله بس بالعكس في الشتاء، لان هم بيستخدموا الطاقه اكثر في الشتاء للتدفئه. احنا عندنا دلوقتي مشكله في الصيف لان احنا بنستخدم الكهرباء اكثر في الصيف. اذا نعم الأزمة عندنا موجودة ومؤثرة، ولكن هذه أزمة على العالم كله. طيب وزير الكهرباء الجديد، أنا أعتقد أن الأزمة مع وزارة البترول مع كافة الأجهزة المعنية من الممكن أن يكون لها حلول من خلال إيجاد حلول مبتكرة، وده ابتدى يظهر في الحقيقة، سواء من خلال مبادرات الترشيد، سواء من خلال بعض القرارات المتعلقة حتى بغلق المحال مبكرا. يعني من الممكن أن نبحث عن بعض الحلول الغير تقليدية فيما يستطيع أو بما يمكننا لإيجاد ترشيد يمكننا من خفض معدلات قطع الكهرباء على المواطن. ولكن يجب أن نصارح أنفسنا، نحن في ذروة استخدام المواطن المصري للكهرباء مع وجود أيضا أزمة طاقة عالمية، وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك تأثير، ولكن إدارة هذا التأثير وتخفيف تبعات هذا التأثير هي مسؤولية وزير طبعا الكهرباء الجديد طبعاً. وبالتالي إدارة الأزمة بقى هنا وتحكم في هذا التأثير هي مسؤولية كبيرة جدا. ونتمنى، وأيضا الحكومة اتخذت بعض الخطوات المهمة للغاية فيما يتعلق به، طبعا استيراد شحنات مضاعفة من مواد الطاقة الخاصة بهذا الأمر، وبالتالي الموارد بيتم توفيرها الآن والإدارة الآن جديدة ونشيطة، وبالتالي يعول بإذن الله أن تكون أزمة الكهرباء يعني في طريقها في القريب العاجل للحل، ويكون المواطن المصري يعني في احسن حال، وان يعني تزاح عنه هذه الازمه او هذا. نتمنى. طب اخيرا وسريعا كمان، خلينا قبل ما نختم كده نعرف حضرتك ايه ابرز الملفات الخارجيه اللي هتواجه وزير الخارجيه الجديد السفير بدر عبد العاطي، خاصه طبعا مع الوضع الاقليمي اللي احنا فيه، يعني حرب غزه. يمكن معالي الوزير الخارجيه الجديد السيد سفير بدر عبد العاطي امامه مسؤوليه كبيره جدا طبعا. يعني المنجز على السياسه الخارجيه المصريه خلال السنوات الماضيه لا احد يستطيع ان ينكره. يعني دبلوماسيه رئاسيه، القياده السياسيه المصريه قامت بجهد كبير جدا في اعاده تموضع مصر اقليميا ودوليا، ووزير الخارجيه طبعا سامح شكري ادى مهمه كبيره للغايه فيما يتعلق بتنفيذ توجيهات القياده السياسيه المصريه. ولكن وزير الخارجيه الجديد ياتي والعالم في الحقيقه يعني يشهد في ذروة فعلا التغير. يعني صحيح. يعني بنتكلم اقليم مشتعل طبعا. عالم مليء بالصراعات، هذه التبعات من الازمات الدوليه بتؤثر على الداخل المصري. مصر لديها ما يمكن ان نسميه في السياسه الخارجيه المصريه الحياد الايجابي، وعشان تحافظ على فكره الحياد الايجابي في هذا التوقيت امر صعب للغايه طبعا. عدم انخراطك في اي من الصراعات، دايما السيد الرئيس بيقول احنا ما بنخشش اي مغامرات جدا الحقيقه، يعني وضع بالظبط. فمهمه جداً. كبيره جدا، ولكن طبعا سفير بدر عبد العاطي لديه خبرات كبيره جدا وادى هذه المهمه. عظيم جدا. احنا بنشكر حضرتك طبعا. بنشكر حضرتك جدا. شكرا جزيلا الاستاذ الكاتب الصحفي جمال رائف، نورتنا واستفدنا جدا من حضرتك. ياسمين انا مبسوطه جدا. شكرا جدا يا يابا، والله انا اسعد. وشكرا على حلقه النهارده. شكرا جدا، وان شاء الله الحلقات الجايه كمان نبقى مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله. مشاهدينا دي كانت نهايه فقرتنا ونهايه حلقتنا، انتظرونا حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم صباح الورد.